السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في النشرة الرياضية. تلقى فريق النجم ممثل مملكة البحرين الخسارة الأولى له على يد فريق النور السعودية وب25 هدفا مقابل 24 في البطولة الآسيوية لكرة اليد والمقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، بعد مباراة متقلبة الأحوال لم تحسم هويتها إلا مع صافرة النهاية. بهذا الفوز رفع فريق النور رصيده إلى 6 نقاط وضعته في الصدارة مع الإخوية القطرية، فيما أصبح النجم ثانيا برصيد 3 نقاط.